مع بدء العد التنازلي للدخول المدرسي، الحكومة تتحدث عن أنها تقف إلى جانب العائلات لمواجهة الأعباء المختلفة، وتعلن رفع منحة التمدرس التضامنية من 3000 دينار إلى 5000 دينار، والعلاوة التضامنية من 400 دينار إلى 3000 دفعة واحدة لكل طفل، قرار ربما انتظرته الأسر المعوزة لسنوات طويلة. وثمن مراقبون قرار الحكومة من جهة، مؤكدين أن القدرة الشرائية للمواطن اليوم منهكة جراء تسلسل المناسبات وثقل المصاريف. هي خطوة إيجابية والتفاتة طيبة من الحكومة لأولياء التلاميذ والتلاميذ معا، لأن الدخول المدرسي ثقيل ويزيد ثقله، لأن يأتي بعد مناسبات كثيرة منها الأعياد ومنها العطل إلى غير ذلك. إذن في شهر سبتمبر تكون القدرة الشرائية للمواطن تقريبا منهكة، ولذلك 5000 دينار يعني إضافة 2000 دينار شيء إيجابي لكن يبقى قليل جدا. في الجهة المقابلة يرى مراقبون أن زيادة 2000 دينار لن تكون كافية مع الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار الأدوات المدرسية من حقائب وكتب وغيرها، مطالبين برفع المنحة إلى 10000 دينار. أما النشطاء فاقترحوا تخصيص منحة 5000 دينار فصلياً للتلاميذ المعوزين وليس سنوياً. نحن نشوف بلي هذا القيمة 5000 دينار غير كافية للتلميذ أو المتمدرس الجزائري، خاصة مع ارتفاع الأسعار مع كذلك ضعف القيمة الشرائية للمواطن الجزائري، لكن يعني أفضل من 3000. ونحن كذلك احنا نشوفه أنه ممكن لو أي فرد منا يروح يشري أدوات المدرسية الخاصة لأبنائه أو لإخوانه راح تفوق هذه، خاصة مع الكتب، فهذا ما يعني يخلي أنه هذه 5000 دينار ما تغطيش كل ما يحتاجه التلميذ الجزائري. كل ما زادت المنحة أو الدخل الشهري كلما زادت الأسعار. إذا نتمنى أيضا التفاتة أخرى لرفع هذه المنحة على الأقل هي 10000 دينار لعلها تفي ببعض المستلزمات. شهر سبتمبر ربما الأصعب والأثقل على الأولياء لما يتطلبه من مستلزمات دراسية، لتأتي الحكومة بقرار رفع منحة التمدرس التضامنية من 3000 دينار إلى 5000 دينار، زيادة تبقى غير كافية في ظل الغلاء الذي تعرفه مختلف المستلزمات الدراسية.